اهلا بيكم. فيديو النهارده هتكلم فيه عن ازاي تعدي من اسئله الانترفيو بما فيهم سؤال القلم. في البدايه بس حابب اتكلم في نقطه عن الفيديو اللي فات. انا ما كنتش بعمل دعايه للمينوكسيديل، انا كنت بتكلم عن المينوكسيديل كتجربه انا جربتها وجاب معايا نتيجه، وحبيت انقل التجربه للناس. زي مثلا ما حد بيستخدم موبايل معين وبيطلع يتكلم عنه ويقول المزايا والعيوب. طبعا احنا كشباب لما بنتخرج بندور على شغل، ومش مهم ان يكون الشغل في مجالنا، المهم ان هو يكون شغل مناسب لينا، فبندور على النت او حتى الشغل ممكن يجي لنا من عن طريق ناس صحابنا. فحاليا اكتر شغل مطلوب هو السيلز، والسيلز شغلانه كويسه جدا، انت تقدر تعمل منها فلوس لو انت لبق وبتعرف تتكلم كويس. فانت بتصحى تلبس، بعد كده تروح على الانترفيو، بعد كده يدوك الابلكيشن تملاه ويقعدوك من 5 ل6 ساعات بيختبروا صبرك يعني. فانت طبعا بتكون زهقت وعايز تخش تقابل الاتش ار وتستلم الشغل على طول، فاخيرا بيدخلوك وبتتفاجئ بتلاقي الاتش ار كده بنت حلوه قاعده مستنياك. بتخش اول حاجه بتطلب منك ان انت تعرف نفسك، بعد ما تعرف نفسك بتلاقي الاتش ار راح مطلع قلم وقال لك بيعولي. فانت بقى اللي هو بتقول من جواك يعني انا جاي لكم من الساعه 6 الصبح وقاعد وملطوع بقى لي 10 ساعات في الاخر هتخلوني ابيع قلم. في الحقيقه ان السؤال ده مهم جدا، وهو اللي بيميز ما بين السيلز الشاطر والسيلز الضعيف. هقول لك على 3 نقط يخلوك تعدي من السؤال ده. اول حاجه وهو انك تركز على فوائد القلم، بمعنى ان لو مكان الشغل فيه ضغط جامد فانت هتبين له ان القلم دوت من معدن وبيستحمل الصدمات. تاني حاجه ازاي تعرض القلم قدام العميل، يعني توري له شكل القلم، الوانه، نظافه الواجهه بتاعت القلم، خفه القلم في الكتابه. تالت حاجه تحكي عن تجربتك للعميل مع القلم انك استخدمته بشكل شخصي، وده هيوفر مسافه كبيره على العميل في الثقه. تاني سؤال هيسأله لك هو انك هل هتقدر تستحمل الشغل تحت ضغط ولا لا. هو كده كده بيبقى عارف ان انت هتقول له اه، بس هو ساعتها بيقرأ لغة الجسد بتاعتك. فالمطلوب منك في السؤال ده انك تبقى قاعد واثق في نفسك، فارد ظهرك، مش مشبك ايدك، عينك في عين الاتش ار وهو بيكلمك. في نهاية الفيديو يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشكرا ليكم.